السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بيكم في قناتكم قناة يومياتي أنا وعائلتي. هنتكلم النهاردة في الخبر عن نقل الفنانة دلال عبد العزيز إلى مستشفى أخرى، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز. لجنة مكافحة كورونا حالة دلال عبد العزيز في حاجة لدعاء الصالحين. قبل ما نبدأ هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. ما زالت حالة من القلق تسيطر على جمهور وزملاء الفنانة القديرة دلال عبد العزيز التي ما زالت موجودة في المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية من حوالي 4 أشهر أدت إلى دخولها العناية المركزة، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا. وقالت مصادر طبية على دراية بالحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز أنه تم نقلها من المستشفى الخاص الذي كانت تعالج به في التجمع الخامس لمستشفى حكومي. وأكدت المصادر في تصريحات صحفية أن الأطباء في المستشفى الخاص وعلى مدار 3 أشهر قدموا ما لديهم للحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز التي تعاني من تليف في الرئة تأثرا بإصابتها بفيروس كورونا أواخر شهر إبريل الماضي. وأوضحت المصادر أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تحتاج لأكسجين بصورة دائمة من أجهزة مساعدة على التنفس. وأكدت المصادر أن الفنانة دلال عبد العزيز شفيت من الإصابة بفيروس كورونا، لكنها لم يتم شفائها حتى الآن من تبعات الفيروس التي أثرت على حالتها الصحية، موضحا أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تحتاج لوقت لعودة الرئة لما كانت عليه قبل الإصابة. يذكر أن الأيام الماضية انتشرت شائعة حول وفاة الفنانة دلال عبد العزيز وأغضبت عائلتها، مما اضطر الإعلامي رامي رضوان للخروج عبر حسابه الرسمي على فيسبوك لنفي الأخبار، ووجه رسالة شديدة اللهجة لمروجي الشائعات وقال فيها: بكل هدوء، أنا رقمي مع طوب الأرض، ومفيش رئيس تحرير معهوش تليفوني وما يعرفنيش شخصيا، وتقريبا مفيش صحفي معهوش تليفوني. بأي منطق وأي عقل أو إنسانية أو مهنية ينزل خبر زي ده بدون تحقق؟ جنسه إيه ودماغه فيها إيه اللي قرر ينزل إشاعة ملعونة زي دي؟ طب راعوا الظروف المؤلمة اللي عايشينها بقالنا شهور دلوقتي، طب راعوا ضميركم، طب راعوا مهنياتكم، طب راعوا إنسانيتكم، طب راعوا أي حاجة. أنا قلت قبل كده وهقولها تاني ويا رب تحوق المرة دي، خلوا الإنسانية والضمير الإنساني والصحفي يسبق الجري وراء السبق واللايك والشير في كل ما يخص أرواح الناس وفي أي خبر. وتابعت المصادر في تصريحاتها أن الفنانة دلال عبد العزيز حالتها الصحية في ال3 أيام الأخيرة بدأت تسوء، والرئة مرتبطة لديها بالأكسجين وما زالت بحاجة إلى الأكسجين، مشيرة إلى أن حركتها صعبة جدا، مؤكدة حتى هذه اللحظة أن الفنانة دلال عبد العزيز لم تعرف خبر وفاة زوجها حتى الآن، وهناك تشديد على عدم معرفتها بأي أخبار حتى لا تحدث مضاعفات لها بعد سماعها الخبر، وهناك تعليمات للطاقم والتمريض على ذلك. وأضاف أحد المصادر أن أسرة الفنانة دلال عبد العزيز دائمة التواجد داخل المستشفى، وحالتهم النفسية أيضا صعبة على حد وصف المصادر الطبية، مشيرا إلى إصرارهم من إدارة المستشفى على الاهتمام بحالة الفنانة دلال عبد العزيز والتشديد على عدم تداول أخبار تخصها أو بث مواد مسجلة والبعد عن أي أخبار تؤدي لمضاعفات عليها. وكشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، وقال: الفنانة في حاجة لدعوات جميع المشاهدين والصالحين، لأنها ما زالت في حاجة إلى التنفس الصناعي حتى هذه اللحظة، والحالة مستقرة بالأجهزة. وكمل وقال إن كورونا تركت آثار تليفية على نسيج الرئة، وهذا يؤدي إلى الاحتياج إلى الأكسجين من خلال أجهزة التنفس، وهذا الأمر قد يحتاج إلى وقت بسيط أو لفترة طويلة. وقال إلى أن هناك 10 حالات من كل 100 حالة تصاب بكورونا يعانون من متلازمة ما بعد كورونا، لافتا إلى أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز في حاجة إلى الدعاء ومدة أطول للتماسل للشفاء. وبكده تكون أخبارنا خلصت من قناة يومياتي أنا وعائلتي، ومعاكم دايما بكل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.